بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما. ذكرنا في المحاضرات السابقة أخوتي الكرام عن فضيلة العلم، وفضيلة من تعلم، وفضيلة من نشر، وزكاة العلم نشرة. وأخذنا في ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في السنة الشريفة والشواهد من الأئمة الطاهرين والأحاديث والتفاسير. اليوم نأخذ في آداب المعلم والمتعلم، وهي آداب مشتركة بينهما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم والعلم. الآداب المشتركة بين المتعلم والمعلم: أول ما يجب عليهما إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم. الإخلاص مهم جدا للمؤمن، أن يكون مخلصا في طلب العلم وبذله أيضا، مخلص في طلب العلم وبذله نشره. فإن مدار الأعمال على النيات، وبسببها يكون العمل تارة خزفة لا قيمة له، وتارة جوهرة لا يعلم قيمتها لعظم قدرها، لعظم قدرها. هذا الإخلاص، مرة يتعلم ويطلب بها الدنيا، يتوظف ويرد أكل من عنده خبزة، باب رزق الصير، مو للعلم ولا للهدى ولنشره. فيقول كالخزفة، خزفة كيفما تكون مزينة هي خزفة، لا تعدو أنها غير كريمة. أما الجوهرة التي لا يعلم قيمتها لعظم قدرها، ذلك للمخلصين من المتعلم والمعلمين. تارة يكون هذا العلم وبال على صاحبه، خاصة الذي لا يعمل به، مكتوب في ديوان السيئات وإن كان بصورة الواجبات، تراه متعلما ومعلما ولكنه وبال عليه. كثير من العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، أسماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء غير العاملين. فيجب على كل منهما، العالم أو المعلم والمتعلم، أن يقصد بعمله وجه الله تعالى وامتثال أمره. دائما أهل البيت سلام الله عليهم ينبهون في الصغيرة والكبيرة، من كل أعمالك في كل حياتك اطلب أن تكون قربة إلى الله تعالى، تقصد بها القربة والامتثال لطاعته. حتى هذا جلوسكم وانتظاركم واستماعكم، كل عمل تقوم به اجعله لوجه الله حتى يذهب عنه الرياء ويبقى خالصا إن شاء الله. فيجب على كل منهما، المعلم والمتعلم، أن يقصد بعمله وجه الله تعالى وامتثال أمره. بعد الطلب الآخر وإصلاح نفسه، أطلب هذا الدين حتى أعرف حلالي من حرامي، وأعرف الشريعة، وأعرف حدود الله، فأصلح نفسي. ولا كثير من العلماء لا يعمل بهذا ولا يصلح نفسه،
فما فائدة ما تعلم؟ يريد به زينة الدنيا وأن يقال عنه أعلم، ويعطى ويحبى من هذه الألقاب التي يتلقبون بها في هذا الزمان، ما كانت سابقا هكذا. رابعا، إرشاد عباده إلى معالم دينه، فيطلب إرشاد عباد الله إلى معالم الدين، فالامتثال والطاعة لله وإصلاح النفس وإرشاد العباد إلى معالم دينه، ولا يقصد بذلك غرض الدنيا من تحصيل مال أو جاه أو شهرة أو تميز عن الأشياء أو المفاخرة للأقران أو الترفع على الإخوان. كثير يتعلم فيصيبه الغرور ويصيبه الترفع عن إخوانه، يستنكف أن يجلس معه، يقول أنت ما وصلت لمستواي، أنا شلون طاوعني نفسي أقعد وياك. موجودة ورأيناها كثيرا في حلقات الدرس في الحوزات. نعم، إذن لا يقصد المتعلم والمعلم بهذا الطالب للعلم، لا يقصد غرض الدنيا من تحصيل مال أو جاه أو شهرة أو تميز عن الأشباه أو المفاخرة للأقران أو الترفع على الإخوان ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة التي تثمر الخذلان من الله تعالى. إذن لا يصيبه العز ولا الكرامة، وإنما الخذلان والعياذ بالله. وتوجب المقت، أعوذ بالله من مقت الله، وتفوت الدار الآخرة والثواب الدائم. يكون مثالا لهذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذلك الذي ليس في عمله إخلاص يأتي لطلب العلم ويفوز على أقرانه، يحفظ حافظة جيدة ويحصل على درجات عالية، ولكن يريد بها الجاه والشهرة وأن يقال الدكتور فلان، الأستاذ فلان، فيصيبه الخذلان إن لم يكن فيها إخلاص وقرب إلى الله وبذل لهذا العلم وإصلاح للنفس. والأمر الجامع للإخلاص تصفية السر عن ملاحظة ما سوى الله تعالى بالعبادة. هنا التوحيد، يكون موحدا لله تعالى في أمره، فلا يشرك مع الله أحد. هذه النفس الأمارة بالسوء يحاول بما يستطيع من الرياضة النفسية يقمعها. قال الله تعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إذن دينك، حياتك، كل ما يتعلق بالدين من عبادات ومعاملات وسياسات وغيرها كلها مخلصة لله، فالدين لله خالصا، ليس فيه شائبة الرياء وشائبة التفاخر وشائبة الشهرة. وقال تعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إلى قوله تعالى، وذلك دين القيمة. قوله تعالى في موضع آخر، أي شواهد قرآنية للمخلصين في تعلم العلم أو تدريسه، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قيل نزلت في من يعمل العمل ويحب أن يحمد عليه، حتى يقال فلان جيد بالدرس، فلان جيد بالتعلم، بالنسبة للمدرس وبالنسبة للمتعلم، وهذا جيد وهذا يعني ضيع الإخلاص، هذا الموقف غير سليم. أخوتي الأطهار، فاحرصوا على أن يكون التعلم وأخذ العلم من مضانه خالصا لوجه الله. وقال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها.
وما له في الآخرة من نصيب. وقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا والعياذ بالله. إذن خذلان في الدنيا وخزي كثير هكذا تنصب له ندوات ومؤتمرات يحارب بها أولياء الله. إذن تعلم العلم ووصل إلى درجة أعطي بها لقب حجة الإسلام غير ذلك من الألقاب آية الله يحارب بها أولياء الله، إذن له خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شواهد القرآن سمعناها، وهنا الشواهد من السنة الشريفة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت ونيتك عملكم هجرة، هاجرتم من الدنيا إلى الآخرة لطلب العلم، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله لتعلم العلم ونشره فهجرته إلى الله على نيته، ومن كانت هجرته للدنيا أو لزوجة أو غير ذلك فأحذر، خاصة هذا الإنسان اللي يفكر أن يحصل فد مرتبة علمية حتى يتحسن رزقه ويتحسن وضعه ويتزوج. يعني إذا يكون عملك مو لأجل العلم وتعلم العلم ونشره، حتى أصير وتوظف كما تصير السهاي عندهم أصحاب الشهادات ويخلص سادس ثم يدخل كليات، يا شنو علي من أنت جاي تدرس؟ يقول حتى أتوظف. وليش تتوظف؟ حتى أكل خبزة. خو لا بأس، طلب الدنيا مو حرام عليك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا يكون همك في تعلم العلم هذا فقط فيفقد قيمته. لذلك ما يمر عندنا في العراق وما أصابنا وأصاب الناس، وصل الأمر انقطعوا بعض رواتبهم أو شيء من رواتبهم، فكان النداء: سرقوا ما تسرقون بس رجعوا رواتبنا. فبقوهم كسراق مهم، ابقوا السراق بس رواتبنا لا تحارشون به. هذول علماء ووصلوا وأساتذة الجامعات والشاهد موجود. فحاشا لطالب العلم الرباني الذي يدرس في مدرسة الإمام المهدي سلام الله عليه أن يكون كذلك. وهذا الخبر من أصول الإسلام النية وأحد قواعده وأول دعائمه، قيل وهو ثلث العلم النية، ثلث العلم. ووجه بعض الفضلاء بأن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وبنانه، فالنية أحد أقسام كسبه الثلاثة: كسب بالقلب، وكسب باللسان، وكسب بالبنان. البنان يكتب، اللسان ينطق بنشر العلم، والقلب هو اللي يحصل ثلث عملك بالإخلاص. وهي أرجحها لأنها تكون عبادة بانفرادها بخلاف القسمين الآخرين. فإذا سلامة القلب في المعلم وفي المتعلم. وكان السلف وجماعة من تابعيهم يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث دائما. شوف مصنفات من كتب تنبيها للمطلع على حسن النية وتصحيحها واهتمامه بذلك واعتنائه به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نية المؤمن خير من عمله، وفي لفظ آخر: أبلغ من عمله. وقول آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم، على نياتهم يبعثون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا عن جبرائيل أمين الوحي عن الله سبحانه وتعالى عز وجل أنه قال: الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. إذن سر من أسرار الله، هنا قدس الله سره كما يقال لبعض الفقهاء أنه حفظ سر الله ما أراد الدنيا،
فأراد الإخلاص في العمل وأراد تخليص نفسه والناس ومن درس تحت منبره. الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به. هذا شهيد ودخل ساحة الوغى وجرح وقاتل ثم قتل، قد كتبوا عليه شهيد، فيؤتى به. فالله سبحانه وتعالى يعرفه نعمته، فعرفه نعمه فعرفها. الله أعطاك هاي النعم كلها؟ قال نعم سيد. قال: فما عملت فيها؟ ماذا عملت في هالدنيا؟ أعطاك عينين ولسانا وشفتين وقلبا وعافية وجسدا. قال: قاتلت فيك حتى استشهد. يعني خلص روحه. قال: كذبت. الله سبحانه وتعالى مطلع على النيات وعلى القلب، ولكنك قاتلت ليقال جريء. وكثيرا هكذا قاتل فلان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تذكر اسمه، وردان أو غير ذلك، فقيل: يا رسول الله، فلان قاتل قتال الأبطال. قال: إنه من أهل النار. لا إله إلا الله. سيدي جرح فلان. قال: إنه من أهل النار. سيدي يحتضر. بعد هذا جريح تحت لوائك. هنا المشكلة، حتى لا تكون فينا، ونعوذ بالله من ذلك. فأتوا إليه قالوا: وردان هنيئا لك الجنة. قال: يا جنة. قال: لمن قاتل؟ قال: عندي نخيلات خارج المدينة، فخفت أن تذهب عني ويأخذها اليهود، فقاتلت على مود النخيلات. عدة كمبستان أو نخيلات خارج المدينة. إذن ليس في سبيل الله ورسوله. فقال الله لهذا الشهيد: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ذلك. والآن يكتبون الشهيد المقاتل البطل، يكتبوا له قطعة، وهو يرى، ذهبت روحه إلى دار الآخر وإلى البرزخ يرى. فهو إذن قد حصل هذا اللي هذا حصلتها، هاي قطعة القماش والذكر بين الناس بالباطل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. ورجل، هاي تهمنا أكثر، ورجل تعلم العلم وعلمه. زين، عم تعلم وعلمه للناس، إذا نشر العلم حاصل عند هذا الشرط. وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه. الله سبحانه وتعالى يأمر بأن يأتي هذا العبد للحساب فيعرفوه نعم الله فعرفها. نعم، سجل لا تحصى، نقول نعم هذه النعم أنا قد استمتعت بها في الحياة. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. القول لله عز وجل يخاطب هذا العبد: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم. هنا أنا الخوف من هاي، طلب شهرة الدنيا. وقرأت القرآن ليقال قارئ القرآن. موجودة قارئ القرآن فلان من دون ذكر أسماء. إذن أراد الدنيا، فكيف ذلك؟ فقد قيل ذلك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، واجعلنا من المخلصين، بالصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. إخوتي الكرام، أيها المستمعون الأفاضل، قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ريح الجنة، علم ينتفع به لإخلاص الناس ولتخليصهم لإنقاذهم،
علم التوحيد، علم القرآن، علم آل محمد، تعلمها وحفظ الروايات، ولكن أخذ بها جانب الدنيا. يقول سلام الله عليه: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وقول آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما لغير الله وأراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله. تعلمه لغير الله وأراد به أيضا لغير الله. وقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، وفي رواية فليتبوأ مقعده من النار. هذا يبدأ يصير عالم، يقعد بين العلماء، من يدخل مساكم الله بالخير، يقدمون القهوة أول الناس، تقبل يده ويكون كريما بين مقلديه. هذا يريد الدنيا، وهذا واضح. إذن من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء، يقال عنه عالم، أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، وفي رواية فليتبوأ مقعده من النار. أخوتي الكرام، احذروا تقلب القلب. يا مقلب القلوب احذروا تقلب القلوب. القلب يتقلب بين أصبعي، أصبع للرحمن وأصبع للشيطان، فأحذر أن يميل قلبك من الرحمن إلى الشيطان والعياذ بالله، فتفسد النية. إذا فسدت النية حتى لو حصلت 120 من 100، مو 100، أكثر من أستاذك تدرسك، ماكو فائدة، النية هنا غير خالصة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء وتجادلوا به العلماء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفذ ما سواه. وينفذ ما سواه، ينتهي ما سواه، تروح الناس، شو تتحصل؟ كونوا ينابيع الحكمة. هذه أريدها أن تعلق في الأذهان وتستقر في القلوب إن شاء الله. استقرار لا مستودع، وما استقرار ثابت حتى تكون لكم عنوان. كونوا ينابيع الحكمة، ينبوع الحكمة سلام الله عليهم محمد وآل محمد، وينبوع حكمتنا اليمانية الموعود سلام الله عليه بحكمته اليمانية، ويخلق منكم ينابيع للحكمة. ثانيا، مصابيح الهدى سلام الله عليه، الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، ويريد منكم أن تكونوا مصابيح الهدى. أحلاس البيوت، بيوت الله، بيوت العلم. أحلاس البيوت يعني هي دائما كتابة بيده، أنت كتابك بيدك، أنت حلس لهذا، هذا سكنك. سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض. هاي من صفات الأنصار، معروفون عند أهل السماء، مجهولون عند أهل الأرض. وإن كان في هذا الزمان قال عنه أميرين سلام الله عليه: يعرف العالم بجديد الثياب وحسن المنظر، أعاذنا الله من ذلك. نختم بهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم لأربع دخل النار. ما هي الأربع؟ يباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه. فمن يمر، مر العالم فلان، مر آية الله فلان، الناس الدورة الملاحظة، يعيف تكانه وروح يتبرك يقبل يده، أو يأخذ به من الأمراء، من الأمراء يتعين حتى يأخذ من الأمراء حصته. أخوتي الأطهار، أخوتي الكرام، المعلم والمتعلم، كلكم سواء في الإخلاص إلى الله تعالى. أنتم مشتركون في الإخلاص بطاعة الله وتحصيل العلم، ليس الإخلاص فقط من المعلم نريده، حتى من المتعلم. فهذه الصفة، صفة الإخلاص، صفة مشتركة بينكم أيها الطلاب الكرام
في مدرسة الإمام عليه وآله أفضل الصلاة والسلام بين المتعلم والمعلم. الإخلاص هو سبيل نجاتكم من دار الدنيا وما فيها. اطلبوا الآخرة، من طلب الآخرة في الحديث رزقه الله الاثنين، ومن طلب الدنيا فقط ولا يفكر في الآخرة يعطيه الله سبحانه وتعالى نصيبه، وليس له في الآخرة من خلاق من نصيب. أعاذنا الله وإياكم من سوء النية، فإنما الأعمال بالنيات. ونسأل الله أن ينصر قائم آل محمد بنصره المبين، وأنتم أنصاره الحاملين لعلومه والمبلغين بدروسه، فكونوا أخوة الأطهار، حلقات ذكر تفتخر بكم الملائكة ويعتز بكم الإمام، لتكونوا وفد الله إلى الناس غدا. فالله سبحانه وتعالى يختار لوفده. هذا اللي نيت مصالحة شي ينتظر، ما يتوفق، لا يصير سفير للإمام ولا يصير صاحب راية في بلد. فأنتم حملة الرايات إخوة الأطهار بالعلم الوفير للإمام سلام الله عليه، فبلغوا بعلوم الإمام تنجح مرحلتكم بهذه العلوم التي أدخلت والتي رضي الله والإمام أن تدخل حتى تناظر الآخر، ولكن علوم الإمام لا يكون فيها تقصير إخوة الأطهار. فنسأل الله لنا ولكم أن نكون على سيرة الإمام وعلى نهج الإمام، بالصلاة على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين، وسلموا تسليما كثيرا.